بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس علي ناصر، خبير سوليدوركس الدولي معتمد. الفيديو ده هنوضح فيه ازاي نعمل ديزاين سيليكشن للتشين والسبروكت. هنعرف نعمل سيليكشن من الستاندر، دي خطوة أولى، وهنعمل أنيميشن بإذن الله للموضوع ده. في البداية كده لازم تكون عارف ان اهم نقطة في موضوع تجميع التشين مع السبروكت، الجزء اللي هو في اللي زي الترس ده بيتسمى سبروكت، اهم حاجة هي البيتش. لازم تعرف الخطوة بتاعت الترس او السبروكت ده، والخطوة بتاعت الرولر او الشين. لازم الاتنين تكون خطوة واحدة عشان تعرف تعمل تجميع للسلسلة دي كلها والرولر تمشي مع السنة. طيب تعال نشوف بقى ممكن نصمم ده ازاي. قبل ما نخش نصمم لازم نعرف شوية تفاصيل كده عن الجيومتري بتاع السبروكت. السبروكت بيتكون من عدة ديانترز، خمسة ديانتر زي ما احنا شايفينهم كده. اهم ديانتر او اهم قطر بيهمني في الموضوع ده هو البيتش ديانتر. تمام، هو البيتش ديانتر ده اللي انا هبدأ اصمم الجزء بتاعي على اساسه. هنشوف الكلام ده واحنا شغالين داخل البرنامج، بس بيهمني جدا موضوع البيتش ديانتر. تمام، تعال نبص برضو نظرة على موضوع التشين والاسامبلي بتاعها. لو بصينا هنا مثلا على الشمال كده هتلاقي في بينز، البينز ده هو اللي بيربط البلاطات دي مع بعض، البليتس ديت. تمام، بيبقى في رولر في النص، الرولر دي هي اللي بتلف، بتبقى بين السنة بتاعت السبروكت. تمام، بيبقى في كذا نوع من موضوع التشين ده، في شكل اسمه سمبلكس، وفي دوبلكس، وفي ترابلكس، او يعني هنا بتبقى رولر واحدة، هنا بيبقى اتنين رولر، هنا بيبقى تلاتة رولر. تمام، ده كده الجيومتري او الكونستراكشن بتاع التجميع ديت للسنجل رولر والاسامبلي. هو متفكك اوتر بليت والانر بليت والرولر وبوش وبن. تمام، لو بصينا بقى اول خطوة المفروض احنا بنعملها في موضوع التصميم ده، هنحدد احنا محتاجين كام سبروكت في الاول. فانا مثلا قلت ان انا محتاج 3 سبروكت نفس المقاس. تمام، اخترت السبروكت على اساس ايه؟ عندك ستاندر، يعني في ستاندر الدين مثلا لو بصينا عليه، فانا نزلت ستاندر زي دوت، ده ستاندر الدين. اخترت مثلا مقاس او بي او 6 بي 1، ده الستاندر الالماني، المواصفة 8187، دي المواصفة الألمانية اللي بتعرف أشكال أو الجيومتري بتاع الإيه السبروكت اللي أنت بتختاره. فإحنا مثلا اخترنا المقاس دوت أو السايز ده OB6B1. تمام، طبعا ده يعني بتحدد مقاسها أساس الباور اللي أنت محتاجها، فإحنا مش هنتكلم عن موضوع الباور، إحنا يعني الفيديو هيبقى انفولفد بموضوع الإيه الديزاين سيليكشن والجيومتري والرسم الكلام ده على السوليد وورك. طيب فاحنا اخترنا او بي 6 1، فاجي هنا على الجدول واشوف المقاس المناسب في السايز ده. فاحنا مثلا ممكن ناخد مقاس رقم، مثلا ممكن ناخد السايز ده اللي بيبقى فيه عدد الاسنان 33 سنة، القطر الخارجي 102، الخطوة قطر الخطوة اللي هي آسف دوت دي اوت، هي هنا نسميها دي اوت، يبقى دي اوت دي هي قطر الخطوة، اما دي كي هي الخارجي، يبقى دي القطر الخارجي بتاع ايه بتاع السبروكت. تمام، بعد كده حاطط شوية تفاصيل للجيومتري بتاع ايه السبروكت. طبعا احنا مش هنرسم السبروكت، هناخدها ستاندر من ايه من المكتبة بتاعت السوليد وورك، بس اللي احنا هنحدده هو الكونستراكشن دوت بتاع الباص. لازم نحدد الباص. طبعا احنا كده عرفنا من الستاندر ان البيتش دايمتر بتاعتك هتكون 102 مثلا على السايز ده اللي احنا اخترناه.
طيب يبقى انا عندي قطر الدايره دي 102، واشوف بقى ايه هثبت، هستخدم مثلا 3 سبروكت على هيعملوا لي نقل باور معين. تعالى بقى ايه نخش على البرنامج ونشوف ممكن نعمل خطوه رقم واحد دي ازاي. هاخد الصوره دي معايا كده كوبي عشان تبقى جايد لينا واحنا شغالين. هنعمل نيو بارت دوكيمنت، وتعالى ناخد سكتش مثلا على الفرونت بلين. هدخل الصوره عشان نبقى شايفين الابعاد اللي احنا اخترناها. نكبر بس شويه. هنبدا بقى ايه نشتغل عادي. تعالى ناخد دايره، نحط دايره هنا، دايره كمان هنا، دايره هنا. هندي ابعاد الدوائر دي. الدوائر دي قلنا انها هتبقى قطر الخطوه، واحنا خدنا قطر الخطوه هنا 102/10، تمام. فهنقول 100 102/10، وهقول ايكوال لكل السيركلز دي، تمام. واتاكد ان دي من هنا لغايه النقطتين دول هوريزونتال، فاديهم ريليشن، بدوس على النقطه دي وشيفت مع النقطه الثانيه واختار هوريزونتال. هندي مسافه وليكن 500 من هنا لغايه هنا، تمام. والمسافه الرأسية ما بين الدائرتين اللي فوق دول 200 في 200 برضو، تمام. كده السكتش معاك فولي ديفايند، وعرفت انت ايه كل حاجه. طيب خلاص انا الصوره دي مش محتاجها، امسحها. هنبدا نعمل تشين كده ما بين التلات دوائر دول. فلازم الاول احول كل دايره كبلوك، فهاجي على الدايره الاولانيه. لو اظهر البلوك ازاي؟ هاجي هنا على الكوماند مانجر، كليك يمين واختار بلوكس. هندور على البلوك اهو، نختار الدايره الاولى وندوس ميك بلوك من هنا وندوس صح كده. خلينا الدايره الاولى كبلوك، والدايره الثانيه برضو بلوك، ندوس صح، والدايره الثالثه ميك بلوك برضو. فكده انا حولت التلات دوائر دول لتلاتة بلوك عشان اقدر اعمل ما بينهم تشين. تشين المنظر ده بين ده وده والدايرة التالتة، وندوس اوكي. فكده انا حددت ايه البيتش سيركل تشين كباص معايا، تمام. فهنخرج كده بقى من السكتش ونسيف الكبارت واحد، هنقول سيف از، و ممكن نعمل فولدر جديد نيو اسامبلي، سمي اي اسم، تمام. وهسمي البارت رقم واحد ده هيبقى هو الباص. هنقفل ده بقى خلاص، مش محتاج منه حاجة. بعد كده هنشوف ممكن نعمل ايه. الخطوة التانية المفروض ارسم بقى ايه التشين بتاعتي. التشين زي ما احنا قلنا انها بتتكون من 5 اجزاء. بيبقى عندك اول جزء هو الاوتر بليت، والجزء التاني الانر، والجزء التالت البن، والبوش الاسطوانة ديت، ويبقى فيها رولر داخلية، تمام. 5 رولر. فده الكونستراكشن بتاعها. المفروض ان انت بتتبع الابعاد بتاعت الدن 8188، او الدن المواصفة 8187. لو احنا خدنا نفس السبروكت، يعني انا جيت هنا اخترت الستاندر ده، فالستاندر ده 8187، فقال لي التشين سايز بتاعتك ابعادها ايه، فدي ابعاد التشين السلسلة، تمام. فانا كده معايا ابعاد السلسله، يبقى احنا هنمشي على ايه 8187 استمر المواصفه ديت اهي، دي الابعاد بتاعتها. طيب نشوف بقى ممكن نرسم الشكل ازاي. في الاول انا عرفت ان دايره البيتش
خمسة اتنين، آسف، 9.525، ده كده البيتش. فدخلت هنا واخترت المقاس ده بتاع الايه، بتاع الشين اللي متعلم عليه، وده الجيومتري بتاعه. هبدأ بقى ارسم الجزء بالمنظر ده، هيبقى عندي الانر، ده الانر، وده الاوتر بتاع الايه، بتاع الشين. تعالى ناخد الصورتين دول كوبي كده كجايد لينا واحنا شغالين. هخش اعمل نيو بارت دوكيمنت، تعالى برضو على الفرونت مثلا، ندخل الصور عشان نشوف اللي احنا بنرسمه. تمام، هنبدأ نعمل الحلقة البليتة بتاعت الانر في الأول. فممكن ناخد كونستراكشن لاين بالمنظر ده، تمام، وأبدأ أنشئ البارت ده. هنعمل دايرة مثلا هنا، دايرة داخلية، الدايرة الداخلية بتاعت البن. تعالى نعمل ميرور حوالين الخط ده، وهقول ميرور برضو، بس الأول نعمل القوس ده أو ندي الأبعاد. الوعد ده 8.2، طبعا الأبعاد دي أنا مطلعها من الستاندر أهو، 8.2 القطر الخارجي. هنا مسميه جي، فدخلت على جي لقيته 8.2، وهكذا بقى. كل يعني كل رمز من دول ليه القطر البعد بتاعه في الستاندر. فاحنا حاطين هنا الأبعاد بشكل سريع عشان ناخدها منها. طيب نكمل بقى الرسم بتاعنا، نظهر بس الصورة شوية. فالبعد ده 8.2 والداخلي 3.28، القطر بتاع البن 3.28، تمام. والمسافة اللي هي البيتش أو الخطوة 9.525، 9.525، تمام. في قوس خارجي كده هو نص القطر بتاع البليتا، يعني نص 8.2، فكان 4.1. هنبدأ نرسم الأرك كده، ناخد أرك 3 بوينتس مثلا، تمام. أدي نقطة، خلينا يعني نبدأ من السيركل مثلا، النقطة الأولى اهي، النقطة التانية، التالتة. نخلي السنتر لاين ده شيفت مع الأوريجين فيرتيكال، تمام. بعد كده نخلي السيركل مع الأرك تانجنت وتانجنت الناحية التانية برضو، تمام. ندي قطر، هو هيبقى كام؟ 8.2 × 2. نعمل ميرور للأرك ده حوالين السنتر لاين ده، ونقطع بترين المسافات ديت، الزيادات دي كده. احنا ايه، وصلنا للكونتور. ممكن ابص شادة الكونتور المنظر ده. فاحنا كده ايه، خلصنا تقريبا المين جيومتري الاولاني اهو. هنبدأ نعمل اكسترود بقيمة معينة. تعالى نعمل اكسترود وليكن هو هنا القيمة بتاعت العرض ديت 1.4405، تمام. دي جاية من الستاندر، من جدول ايه اللي احنا قلنا عليه ده. فهنكتب 1.415 405، تمام. ودوس اوكي. كده ايه، جبت الحلقة الأولى، البليتة الأولى ديت، ده الانر. احنا عايزين نوصل للشكل ده الأول، الانر ده الأوتر، تمام. فخلي معايا الانر كده، تمام. هنبدأ نعمل يعني ممكن نعمل ميرور بالمنظر ده. الميرور بتاعي هيكون مسافة، المسافة دي كلها مفروض نعرف نحددها. لو دخلت على الستاندر هتلاقيها المسافة هي بي وان، فبي وان هي 5.72. فممكن اقول اخد بلان مثلا
من هنا 5.72 على 2، تمام، وادوس اوكي ونعمل ميرور وخليه ميرور بادي ونكرر حوالين اللاين ده البلان ده وندوس اوكي كده وصلنا ايه الحلقتين الاولانيين. ممكن نعمل الرولر بقى دي، الرولر دي لو جينا مثلا هنا على البلان ده خدنا سكتش ورسمنا دايرة المنظر ده، الدايرة دي هتكون قطرها 6.35 في الجدول هنا هو قال دي وان، او في الستاندر برضو قال الرولر ديامتر 6.35، فاحنا هناخد دي 6.35 تمام. ممكن ناخد لاين سنتر لاين كده على الخط ده فيرتيكال ونعمل ميرور نرسم اهو بالشكل ده. هنعمل ايه اكسترود بالمسافة اللي هي كام، 5.72، بس ما تعملش ميرج، انا عايز كل حاجة تبقى بادي لوحديها 5.72 تمام. خليها 100 بلين كده وصلنا اهو بالشكل بتاعنا كده خلصنا الانر. فممكن اسيف ده بقى كانر، هدوس هنا سيف از ونسميه 2 بارت 2 ونديله اسم انر تمام. عايزين نعمل الاوتر بقى، الاوتر يعني البليتا نفس البليتا بتاعت الانر، فممكن نعمل نخش على دايركت اديتنج نختار موف وكوبي بادي، نختار البادي ده والبادي ده وناخد منهم كوبي تمام، ندوس اوكي. هنا بيقولك ان انت خدت منهم كوبي بس، يعني ما عملتش اي حركة. عايزين نحرك بقى ايه الكوبي اللي احنا خدناه ده، 2 بادي دول جداد، فممكن اروح اعمل ايه، تعالى ناخد موف كوبي ونعمل موف للبليتا الجديدة، نشتغل من نمسح ده بقى خلاص، مش محتاجين الصور دي عشان ما تحسناش تمام. محتاجين نعمل موف بقى للبلاطة اللي احنا خدناها كوبي، نشيل كوبي لان انا هعمل موف واختار البليتا ديت مثلا واحركها مسافة للخارج، هي نفس المسافة بتاعت السمك ده، السمك ده كان كام، 1.405، فهنحرك دي 1.405 في اتجاه المناسب اللي هو اتجاه زي ترانزيشن 1.405 تمام. هعمل نفس القصة الناحية التانية، احرك البليتة التانية 1.405، خليها بالسالب بقى عشان تتحرك، لا هنا هنكتبها تاني 1.405 الناحية التانية سالب، ندوس اوكي، نلف الاتنين بليتا دول الناحية التانية. فتعالى نظهر الاكس من العين دي واخش على موف وكوبي ونختار روتيت. طبعا احنا شغالين مالتي بادي دلوقتي، يعني بدل ما اقعد ارسم كل حاجه لوحديها فبستغل المالتي بادي تكنيك بتاعي. طيب هنختار البادي ده يلفه بزاويه 180 درجه المنظر ده كده تمام. ده كده عملت الاوتر اهو، فممكن اعمل بن بتاعتي، تعالى نرسمه على البلان ده، هاخد سكتش هنا وناخد كونفيرت للدايرة دي، اختار الدايرة
والدايرة دي كمان، وندوس كونفيرت، وأعمل إكسترود وشيل الميرج، مش هيبقى فيه ميرج. تمام، هيبقى 100 بلين. طول الإكسترود بتاعي هيبقى هو الطول في الستاندرد، طول ال، طول البن اللي أنا برسم البن دلوقتي، فطول البن 13.5، فأكتب هنا 13.5. تمام، وأدوس أوكي. أنا كده عملت التشين بشكل كامل أهو. هلغي الانر، انا عايز البادي ده يبقى البارت ده يبقى هو بتاع الاوتر، فاخش مثلا دايركت اديتنج وديليت ديليت بادي، وادلت البوديز اللي انا مش عايزها اللي هي البادي بتاعه الانر، وهسيب الاوتر بس المنظر ده كده، هو ده اللي انا عايزه. وهسيف بارت جديد، سيف از بارت 3 اوتر. تمام، ادوس اوكي. وكده احنا يعني خلصنا الاجزاء اللي احنا محتاجينها. هنبدا بقى نخش على التجميع ونجمع الاجزاء دي مع بعض. هبدا اخش على النيو بارت، النيو اسمبلي دوكيمنت. تمام، بدخل ايه اول بارت بتاعي هدخله هو الباص. ظهر الاوريجن هنا من عندي، خلي الاوريجن بتاع البارت مع الاوريجن بتاعه الايه الاسمبلي بالمنظر ده. تعالى نوقف عمودي الفرونت، هندخل بقى السبروكتس بتاعتنا، ثلاثة السبروكت هندخلهم منين؟ من الاسمبلي، من اللايبرري بتاعتنا تول بوكس، وندوس ادنز ادن ناو. هنخش على الستاندر بتاع الدل الالماني، وباور ترانسميشن، وتشين ويلز، ونختار السبروكت المناسبه. السبروكت المناسبه هنا هتكون المقاس O6B1، فلما اجي اخش على الستاندر عندي في السوليد وورك هدور اول حاجه على المواصفه، فلقيت هنا السبروكت في اتنين. ممكن نبص على ده، السبروكت كام؟ 8187 دن 8187، هو نفس الايه المواصفه اللي انا فاتحها دلوقتي، يبقى هي دي اللي انا هشتغل عليها والاقي فيها المقاس بتاع O6B1. هعمل انسرت للسبروكت ده في الاسمبلي، كليك يمين وانسرت انتو اسمبلي، نختار التشين سايز اللي O6B1 طبقا للستاندر اللي احنا بصينا عليه في البي دي اف. تمام، هنا بقى نحدد، احنا قلنا هنختار O6B1 المقاس ده. تمام، فهنختار عدد الاسنان 33 سنه، فاجي هنا اقول له عدد الاسنان 33 سنه. تمام، والتايب بتاع السبروكت في عندك تايب A ما بيبقاش فيه هاب، في التايب B مثلا بيبقى فيه هاب كده بالمنظر ده زي اللي في الصوره هنا، انا اختار فيه هاب كده، وممكن ادي قطر الهاب زي ما انا عايز. هتلاقي هنا قطر الهاب دي ان، فندور على دي ان المناسبه 65، فهكتب هنا 65. والاوفرول لينس، اوفرول لينس هنا في الستاندر اللي هو ال، عندك ال 30، فهكتب هنا 30. والنومينال شافت ديامتر في الستاندر معرفه ان هو دي 1 وقيمته 14، ندور على 14 كوتش 14 للشافت، ونخلي فيه كي خبور، خبور النوع الاولاني ده، في خبور تاني بيبقى دبل، هنخليه نوع خبور واحد او كي واحد. تمام، وادوس اوكي. كده دخلنا اول سبروكت بتاعتنا، عرفنا نختارها ازاي من الستاندر ونستخدمها في الاسمبلي. طيب عايزين نجمع بقى، لو بصينا مثلا، لو خلينا الفورنت ده الفورنت مثلا، خلينا يعني
السطح ده بتاع الديس بروكت على نفس المستوى ده. لو انا قلت ميت ده مع ده تمام، وقلنا مثلا الايدج ده مع الدايره دي يجو كونسنتريك تمام، فكده وصلنا ايه كده يعني عملنا ميت. ممكن ندخل بقية الدوائر بقية السبروكتس، هدوس كنترول واسحب نفس البارت تمام، ونعمل له ميت للباقي ده، نختار السطح ده وده كوينسيدنت وده وده كوينسيدنت تمام. بعد كده نقول مثلا الدايرة دي والدايرة دي كونسنتريك، وديت ودي كونسنتريك تمام. كده ايه دخلنا التروز بتاعتنا او السبروكتس بتاعتنا. طيب عايزين نجمع بقى بقية الشكل، فهدخل السلسلة، هدوس insert component وندخل الانر والاوتر بتاع السلسلة. هذا الانر وهذا الاوتر بالمنظر ده تمام. هنبدأ بقى نجمعهم على السير اللي احنا رسمينه ده. هندخل على اوبشن موجود في لينير كومبوننت باترن اسمه تشين كومبوننت باترن، هو ده اللي ممكن نعمل من خلاله تجميع السبروكت السلسله. فهتلاقي هنا في كذا ميثود لربط السلسله، فاحنا هنختار موضوع هنختار نقطه كونكتد لينكج اللي هي تربط العنصرين دول مع بعض تمام. فباجي اول حاجه بختار التشين باس. التشين باس هو اللي هيكون ايه الباس اللي احنا رسمناه، فبختاره من السكتش، يعني بختار بارت واحد اللي هو الباس، بختار السكتش بتاعه تمام. بعد كده اروح على التشين جروب واعلم هنا واقول له ان دي اول حلقه او اول فرع في السلسله تمام، واختار فيها سطحين اسطوانيين. فنختار مثلا السطح ده ونعلم على التاب اللي بعديها ونختار السطح ده. بيبقى محتاج بلان يوسطن الاسطوانة دي، فانا بختار البلان ده من البارت نفسه اللي انا كنت راسم بلان سيمتري في نص الشكل اهو، فراح على ايه على السلسلة بالمنظر ده. فراح اختار التشين جروب التانية ونختار البادي ده او البارت ده، ونختار سطحين اسطوانيين عليه، السطح ده والسطح ده، ونختار بلان ويوسطا البادي ده اهو. فعمل لك الحلقة بالمنظر ده كده. هتيجي هنا تقول في الباص فيملى المسار ده كله، دايما بيسيب حلقة واحدة، فممكن نشيل في الباص ونزود حلقة كمان. فكده ايه قفلنا السلسلة بتاعتنا، ندوس اوكي، نعمل ريفريش كده ريبيلد تمام. كده احنا ايه جمعنا السلسلة بتاعتنا. لو عملنا زوم بس هتلاقي في مشكلة بس في التجميع، ان انت ان المفروض ان السبروكت تكون في نص الحلقة، المفروض السبروكت دي بقى ايه تتحرك شوية. فانا هلغي الميتس بتاع كوينسيدنت اللي انا كنت عامله، هاجي هنا على ميتس والغي كل الكوينسيدنت اللي انا كنت عامله، كوينسيدنت التلاتة سبروكت هدلتهم يس تقول، وهجمع بحيث ان الترس يبقى في نص الشكل. فهروح هنبدا نخش على ميت ونخش على ادفانسد ميت، نختار مثلا سيمتري، نخلي السبروكت ده سيمتري مع الفرونت بلين بتاع الاسمبلي تمام. السطح ده السطح بتاع السبروكت ده والسطح التاني، بحيث ان هو يبقى جاي متوسطن كده في ايه في نص السلسله، وادوس اوكي. ممكن بقى نروح على ستاندر ميتس عادي ونخلي السطح ده يجي كونسيدنت مع ده، لان انا ظبطت الاولاني سيمتري وده كمان كوينسيدنت، وندوس اوكي كوينسيدنت.
كده بقى ايه السبروكت متسنتر، نشيل النقط الزرقاء دي هي الاورجن، انا مظهر الاورجن فجينا على عين واخفيها. لو حركت كده السبروكت شوية اهو بالمنظر ده متوسطة، احرك بس السبروكت بحيث ان هو ميبقاش فيه اي انترفيرنس ما بينه وما بين الرولر، تمام بالمنظر ده، واروح اعمل ما بينهم علاقة ميت، ونخش على ميكانيكال ميت ونختار جير، ونيجي مثلا على السبروكت نختار اي ايدج دائري اهو، ونختار اي سلندر فيس من هنا من التشين وادوس اوكي. كده ربطت السلسلة مع السبروكت. لو وقفنا كده عمودي جيت حركت السلسلة هتلاقي السبروكت بيتحرك معاك، لو حركنا ده كده. طيب هو السبروكت ده محتاج برضو يتربط زي اللي فوق، فهنحاول ناخد جير برضو جير ميت، نحرك ده كده بحيث انه ميبقاش فيه اي تداخل، ونعمل ميت، ونيجي هنا على ميكانيكال جير، نختار ايدج دائري سطح اسطواني وندوس اوكي، وده برضو ايدج دائري، اتأكد بس ان مفيش تداخل، هنا في تداخل ف اكنسل ده العلاقة دي، حرك بس ايه مانيوال بشكل مانيوال كده. هنا نحركها تمام سنة كده بحيث ان ميبقاش فيه تداخل ما بين السنة. هنروح نعمل ميتس ميكانيكال جير، واختار اي ايدج دائري مع الجير وسطح اسطواني هنا وندوس اوكي. كده بقى ايه ربطنا السلسلة مع كل السبروكتس. لو وقفنا عمودي كده وحركنا اي واحدة من دول كله بقى ايه بيتحرك اهو بالمنظر ده تمام. طبعا هو ممكن تلاقي الجزء تقل شوية ممكن، لان انت ممكن تخش في اللارج اسمبلي، ففي طريقة ان انت تخففه وان انت تشغل المود بتاع اللارج اسمبلي. انا هحرك بس ايه كده شوية، هو يعني الجهاز تقل شوية فانا هسيف وافتح الاسمبلي ده ك لارج اسمبلي مود، فهندوس سيف فايل سيف اس. هنسميه اسمبلي وندوس اوكي وهقفل ده خالص، وهاجي افتح الاسمبلي تاني، اختار الاسمبلي واختار المود من تحت خليه لارج اسمبلي مود بحيث ان هو يبقى خفيف معاك وانت شغال، ودوس اوبن. كده هتلاقي البارت خفيف جدا وهيديك الحركة. هو طبعا الجيومتري هيبقى يعني كشكل هتحس ان هو مش حقيقي قوي، لان هو عشان يعمل لك يخفف لك الشكل بيحول كده ايه الشكل بشكل مش طبيعي شوية او مش حقيقي شوية. المهم ان هو يبقى بيتحرك معاك بسهولة تمام. طيب هو هنا تلاقي فيه صعوبة شوية في التحريك، فاحنا ممكن نخش نعمل انيميشن. هنظبط البوزيشن الاول قبل الانيميشن تمام، يعني نسنتر الموديل بالمنظر ده مثلا بحيث ان هو يبقى زومينج كده لما نيجي نعمل الانيميشن. هنخش على موشن ستادي، تعال ناخد نيو موشن ستادي، كليك يمين كرييت نيو موشن ستادي عشان تاخد البوزيشن الجديد ده. هنختار الستادي بتاعتنا هتكون بيزك موشن، هنكبر كده بيزك موشن
نغير البروبيرتيز بتاعة الاستادي ونخليها فريم، ناخد 50 فريم لكل سكند، يعني 50 صورة لكل ثانية، تمام. على الكواليتي على الآخر بتاعة الجيومتري ندوس أوكي. هنختار موتور، نضيف موتور على الجير ده. تعالى ناخد موتور من هنا، أنا أفضل تاخد الفيس نفسه وتضيف عليه موتور. هنختار السرعة وليكن مثلا 15 RPM، ندوس أوكي. التايم بتاع الانيميشن خلينا مثلا 3 سكند، وندوس كالكوليت عشان يبدأ يحل. طبعا هياخد شوية وقت في الحل، فأنا هدوس بوز على هو كده خلص خلص. ونرجع تاني. يعني الخطوة الأخيرة بقى اللي احنا نحفظ الانيميشن ده، فأنا هدوس ستوب. تعال نشوف كده السرعة، الحركة لو زودنا خليها 2x مثلا، 1x بالنسبة، هنسيف على 1x. هنخش على سيف انيميشن، هنخليه 50 فريم برضو بير سكند، ونسيف الانيميشن بأي اسم انت عايزه. طبعا ممكن تعمل ريندر لو انت ضايف الريندر، بس احنا هنسيف بشكل سريع. هدوس سيف ونشيل الكي فريمز عشان ياخد نفس الفريمز اللي انا كاتبها، اقول فول فريمز ان كومبريسد، وندوس اوكي. هيبدأ يعمل كالكوليت تاني، هياخد شوية وقت على ما يخلص. طبعا لو انت عايز تشوف الحركة بشكل جمالي شوية، لازم تكون منشط التول ريندر وتسيف الفيديو بتاعك بريندر، يعني تعمل له ريندر مع الحركة فتشوف الشكل الجمالي. طبعا بياخد وقت، يعني ممكن ياخد له نص ساعة أو ساعة على حسب سرعة الجهاز بتاعك. فاحنا سيفنا على الانفيرومنت العادية في الوضع الحالي من غير رندر ولا أي حاجة. هو تقريبا اهو خلص، قرب يخلص. هو كده خلص. تروح على المكان ده اللي فيه اللي انت سيفت عليه الفيديو. تعال نشغل الفيديو، انا شغاله مع الميديا بلاير. ده شكل الانيميشن بتاعنا، تمام. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، ونتقابل بإذن الله في فيديوهات أخرى.